من مدينة الموصل ينضم إلينا عبر الهاتف محمد نوري العبد رب وعضو البرلمان العراقي عن مدينة الموصل. سيد محمد أهلا وسهلا بك معنا، هذه كانت تطلعات الشباب من الانتخابات المقبلة. أنتم كأعضاء برلمان ما الذي وضعتموه من خطط تنفذ فعليا على أرض الواقع حتى تكونون عند حسن ظن وتطلعات الموصليين؟ مساء الخير عليكم وعلى مستمعي قناة مشاهدي قناتكم الكرام. حقيقة ما يهمنا بالدرجة الأساس هو الأمن، هذا متطلب أساسي بالنسبة للمواطنين بشكل عام. من ثم لدينا مرحلة الاستقرار وهي إعادة النازحين واستقرار المدينة. المرحلة الثالثة هي مرحلة الإعمار، واللي أكيد راح تكون هذه المرحلة هي متبناة من قبلنا ومن قبل الحكومة، حتى أيضا تعطي فرص عمل لأبناء الموصل. هذا البرنامج طبعا متفق عليه باعتبار هناك كتل سياسية تتفق معنا في هذا البرنامج، هناك كتل تختلف في هذا البرنامج، لكن نحن نعتمد على الفقرات الثلاثة الأساسية التي ذكرناها التي يمكن أن تحقق هذه الفقرات ما يطلبه أبناء محافظة نينوى. فيما يخص موضوع التعيينات اللي تطرق قسم من المواطنين، نعم التعيينات والبطالة أيضا، نعم بالضبط، هو عملية إعادة البناء والاستثمار تقضي على البطالة، لكن اليوم عندما نتكلم عن التعيينات يعني الجميع يعلم أنه هناك ثقل على الحكومة في هذا المجال، وهناك لدينا بطالة مقنعة، يعني لدينا ما يقارب 4 ملايين ونص نصف موظف الحكومة العراقية. هؤلاء نسبة العمل إذا ما أردنا أن نقيسها لا تتجاوز 20 دقيقة في اليوم الواحد لكل موظف، إذا هناك بطالة مقنعة. يجب أن تكون هناك بدائل، يجب أن يكون هناك استثمارات، يجب أن يكون هناك قطاع مختلط، لا نعتمد فقط على القطاع العام، يجب أن يكون هناك أيضا قطاع خاص يعمل ويعاود العمل من مصانع، من شركات إنتاجية، صناعة محلية، نعتمد على الصناعة المحلية أيضا، لا نعتمد فقط على الاستيراد، لأن اليوم في العراق في غالبية المواد بنسبة 90% هي مستوردة. إذا ما تم إنتاج بعض البضائع داخل العراق سنستغني عن عدد كبير من هذه البضائع، هذا كله يؤدي إلى حركة داخلية داخل العراق وداخل نينوى مما ينعكس إيجابيا على المواطن من الناحية الاقتصادية. هل وضعتم كل ذلك في الحسبان وفي الخطط المستقبلية خلال المرحلة المقبلة؟ يعني أنا في بداية الحديث أسلفت أنه أهم نقطة عندنا كمرحلة أولى هي الأمن، نعم، من ثم الاستقرار ومن ثم الإعمار ومن ثم التوجه إلى عملية الاستثمار. حتى المؤتمر الذي سيعقد في الكويت خلال النصف هذا الشهر سيركز بشكل كبير على موضوع الاستثمار، على موضوع الشركات الكبرى التي تستثمر في المجال النفطي، في مجال الطاقة، في مجال الصناعة. هذا كله سيؤدي إلى يعني إلى إتاحة فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المناطق والعراق بشكل عام. لذلك اليوم نحن نريد أن نخرج من طوق يعني التخصص العام إلى طوق التخصص المختلط أو الخاص مع العام، يعني كما أسلفت أنه تكون هناك شركات مستثمرة أو يكون هناك خليط من العمل، وضعنا كل هذا في جدول أعمالنا وفي عملنا المستقبلي إن شاء الله. جدول الأعمال هذا سيد محمد، هل من سقف زمني متوقع له لتنفيذ على أرض الواقع الثلاث مراحل التي ذكرتها حضرتك؟ يعني عندما نتكلم بواقعية، سنحتاج فيما يخص موضوع الأمن سيكون مواكب مع موضوع الأمن، موضوع الاستقرار نحتاج إلى سنتين في هذا الموضوع حتى نستطيع أن نبدأ بعملية استقرار الأمني مع الاستقرار. كذلك نفس المدة تحتاج إلى بدء الشركة. يعني اليوم تعلمون هناك مقولة في 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 في, في الأموال أو في الاقتصاد تقول أن رأس المال جبان، لذلك هو لا يذهب المستثمر في منطقة فيها خطورة، يبحث عن الأمان. إذا المرحلة الأولى نحتاج إلى سنتين لوضع اللمسات الأخيرة بالنسبة لتحقيق الأمان، من ثم نبدأ بعملية الاستثمار. أنا أعتقد في تغييراتي نحتاج إلى الفترة المقبلة اللي هي ما يقارب 4 سنوات لكي نحصد ثمار ما نتكلم عنه في الوقت الحاضر. يعني الموضوع ليس موضوع شهر أو شهرين أو سنة، نحتاج إلى هذه الفترة الزمنية حتى نبدأ أن نحصد الثمار التي تكلمنا عنها وهي
أن تبدأ الشركات بالاستثمار وأن تبدأ فرص العمل وأن يبدأ الإنتاج الداخلي. شكرا جزيلا لك، حدثنا عبر الهاتف سيد محمد نوري العبد ربو عضو البرلمان العراقي عن مدينة الموصل.